السيدة سعيدة بنحميد السلسلة الأحمر الجزائري. صباح الخير. صباح الخير. إذن اليوم سنتحدث عن نشاطات الهلال الأحمر، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء ونحن في فصل الخريف. نتحدث عن مدى جاهزية والتحضيرات التي يقوم بها الهلال الأحمر لمساعدة العائلات المعوزة والفقيرة وكذلك اللاجئين من الأفارقة والسوريين المتواجدين هنا في الجزائر وكذلك الصحراء الغربية. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. لابد أن نذكر أن الاستراتيجية الجديدة للهلال الأحمر الجزائري لا تكمن في النشاط الظرفي، يعني كل مرتبط ببعضه. التهيئات تبدأ منذ تدخل في إطار خطة عمل، يعني ورقة طريق إلى آخره. احنا يعني الركيزة الأساسية والهدف الأساسي متاعنا منذ ما جئنا على رأس هذه المؤسسة الإنسانية ألا نبقى عبء على الدولة وعلى مؤسسة الدولة، وإنما نجي مكملين لمجهودات الدولة في سياسة للتضامن، نشر عدالة الاجتماعية متاع الدولة بمختلف الوزارات والهيئات. يلزم، وهذه ظاهرة خطيرة في بلدنا، بقى المجتمع المدني بما فيه الهلال الأحمر ينتظر ما تقدمه له السلطات العمومية من مساعدات ليوزعها. أوش هذا الدور؟ وهذه هي قناعتي منذ ملي بديت الناظر. سيدة بنحميد، ستلقون مساعدات من قبل الدولة عن طريق وزارة التضامن؟ لا أبدا، منذ ما جئي لم نتلقى ولا سنتيم بالنسبة للنشاطات التضامنية العادية، ما عدا العمليات الكبرى التي تقرر، مثلا مثل عملية استجابة لطلب حكومة، مثل ترحيل الرعايا النيجيريين بطلب من الحكومة، عملية كبيرة ضخمة تتطلب تجنيد كل مؤسسات الدولة، هذيك في مساعدات. العملية الكبرى أيضا مع المالي من نيجر، لكن كل ما هو عمل يومي إنساني سوى لصالح الجزائريين أو اللاجئين المتواجدين بمختلف جنسياتهم على الجزائر، في الجزائر على الأراضي الجزائري، كل من مجهودات الهلال الأحمر الجزائري. ما عندناش ميزانية، ما عندناش أموال، مجهودات في التكمن. المجهودات تكمن أولا في الصورة اللي اعطيناها للهلال الأحمر من خلال شفافية في كل عملية تضامنية. إنسان كيمد هيبة يعرفها فين رايحة ويساهم حتى في توزيعها، وهذا يشجع أصحاب الخير والمانحين بمختلف وطنيين وأجانب يعني متواجدين على الأرض الجزائرية، يجيونا نعملوا معهم برامج، عملية لمنطقة المنطقة الفلانية، عملية لصالح الفئة الفلانية، عملية إلى آخره. هذه الشفافية يعني ضفناها على النشاطات التضامنية للأحمر، خلات نتحصل على مصداقية، وهذه المصداقية هي مصدر تمويل نشاطاتنا. نعم. ماذا ستقدمون للعائلات المعوزة والفقيرة واللاجئين؟ احنا نقدم يعني كل ما نقدر عليه، لكن بالنسبة للاجئين، بالنسبة للنازحين، ولا سميهم كما شئت. نعم. نازحين، يعني أجانب بطريقة دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، المهم فئات اللي بحاجة إلى تضامننا. بالنسبة للسوريين الأمور واضحة، لأن بحكم يعني عندنا نفس ثقافة، بحكم عدة عوامل تاريخية ثقافية، يعني اللاجئين السوريين معروفين، عندنا مركز في سيدي فرج، فيه عائلات أولادهم متمدرسة يأكلوا على حسابنا. لكن بالنسبة إنه نوعا ما الظروف التي يعيشون
فيها ليست جيدة مش من جيدة. ناحية لا لا نعم مش بلا نعم لا من ناحية انقطاع الكهرباء على ما أظن. لا طبعا انقطاع الكهرباء كنا عايشين، وأنا في ستواليد دايما في انقطاع الكهرباء، هذه عملية وطنية. هذا المشكل، المشكل المطروح أنه هو كثر العدد والهياكل الاستقبال محدودة، لكن في مشروع وراء في حيز التنفيذ مع بنك عربي اللي جا قدم هو خدماته، واحنا اقترحنا عليه باش يتبرع لنا بشاليات، وفي ايضا شاليات تابعين الولاية. البارح من اخت رجعتنا البارح 13 عائلة. لابد ان يعني حقيقة، لكن من ناحية الامن، من ناحية الاكل، من ناحية الرعاية الصحية، سيدة كل مش مضمون. بالنسبة هؤلاء للأف... مقيمين تقريبا في الجزائر وفي مركز اللجوء، عندهم 5 سنين. نعم. لماذا لا تساعدونهم في الحصول على إقامة هنا في الجزائر والحصول على عمل؟ احنا عملنا تقدمنا باقتراح توقع عملية إفراز، لأن المتواجدين في هذا المركز ليسوا كلهم من أصول سورية. نعم. فيه جزائريين اللي كانوا قاطنين بسوريا، وكي جات الحرب اضطروا يغادروا فرا من الموت. احنا اقترحنا مثلا تبدا عمليه الافراز، هذو من الجزائريين. كم عددهم؟ العدد فيها ما يقرب من 12 عائله. العائلات هذه نشوف كل واحده منين، ونشوف كيفاش نحل لهم مشكل، بخاطر يستقاموا اقل للدوله لو كانت منح لهم سكن اجتماعي، وهما ناس شباب بصحتهم يعني نجم يقوم بعمل ويتكفل بنفسه. الان هما على عاتق الدوله يعني، ونخسر عليهم اموال. هل تكلمتي معهم عن العمل في هذا المجال؟ احنا عملنا مراسله وننتظر. بالنسبه للشغل هذيك، الملف كامل على مستوى الحكومه خارج عن نطاقنا. احنا دورنا نمد اليد الانسانيه. بالنسبه للافارقه، بدينا بالسوريين. الافارقه مش كل اخر، الافارقه عندهم ثقافه وتقاليد، ما يمكثلكش في مكان، يحبوا يتحركوا. اليوم عندنا مركز مثلا في ورقلة فيه 2000، غدوة تلقى فيه 100. وتشوف مجموعة راحت بالعباس، ومجموعة لتيزي وزو، وجماعة. لذا وصلنا لدرجة أن الهلال الأحمر، وعندنا صور وسجلنا إلى آخره، الهلال الأحمر هو اللي يجري وراء هذم الأفارقة باش يقدم لهم المساعدات. ولينا نصب، هما يمشيو مثلا يتجمعوا في حديقة عمومية ولا في محطة الحافلات إلى آخره. نمشي ونصب خيمة نتاع الهلال الأحمر، يمشيو الأطباء ونقدموا، نعمل العلاج. في بعض الأحيان نلقاو مرأة باش تزيد يهزوها تزيد، يلقاو مريض يلزموا يكون في المستشفى يدخلوه المستشفى. يعني ولينا احنا نشوفوا واش يستحق. ولينا المشكل نتاع هؤلاء هو عدم قبولهم المكوث في مكان. واحنا الجزائر في هذا المجال سياستها تختلف على سياسة الغرب، تحترم الثقافات. ما عندناش مراكز مغلقة اللي تشبه لسجون، احنا مركز مفتوح. جاء كلا شرب داوى ارتاح، كي تهواله يهز روحه ويخرج، ما تقولوش ممنوع ما تخرج. كي يرجع لك من بعد عيان جيعان مريض، ما تقولوش لا ما نستقبلكش على خاطر خرجت، تفتح له وترحب به. يعني نرجع بالنسبه في نفس الصندد هذا، بالنسبه للافارقه تقول لي انا في فصل الشتاء الجزائري شنو مع العائلات. احنا رانا بدينا في احصاء، وهذه عملية طلب وقت وما كملناهاش، لكن بديناها. لحد الآن ما عندناش بطاقة وطنية للعائلات المعوزة في الجزائر. لماذا تعطلت هذه البطاقة؟ لا ما لقيناش تقارير. 2014 وكنا لا هي مازالها، خاطر عندنا أولا ما عندناش الإمكانيات البشرية والمادية اللوجيستيك إلى آخره. الطريقة اللي اتخذناها طريقة أجدادنا. أعطيت تعليمات للمسؤولين المحليين تاع الهلال الأحمر،
يتخلاو على القوائم نتاع البلديه، ونزيد نركز علاش لا اثق في اسمح لي لا احنا وش عملنا في القريه؟ الناس تعرف بعضها، كاين الإمام، كاين شيخ الزاويه، كاين الاعيان، وكاين الجمعيات المحليه. مع الهلال الاحمر يجتمعوا وهما اللي يعملوا قوائم. اولا هذه هي الديمقراطيه التشاركيه، تشاركهم هما يعرفوا، والشفافية كي تبدا مساعدات تفوت على القائمة هذوك، والناس لا تخلق لك ضجة لا اتهامات ولا شيء. العملية متواصلة الآن، عندنا ما يقرب من 200,000 قائمة، فيها 200,000 عائلة، ورانا نخدموا عليها. هذه العائلات ستزود ببطانيات في فصل احنا نزودها بما يمنح لنا. بطانيات إلى، لكن مش كل آخر نغتنم الفرصة ونتعرض له. أنا نتأسف واصطدمت عندما جئ إلى الهلال الأحمر من الأسئلة متاع الصحفيين، ما هو برنامجكم تجاه بدون مأوى لأسداف؟ هذه العبارة غريبة عن قاموسنا، عن عاداتنا، عن تقاليدنا، عن ثقافتنا. وانطلاقا من هذا بديت مسعى مع السيد وزير الشؤون الدينية وهو مشكور، لأن مشكل هذم اللي بدون مأوى يطرح بمنطق، لا بمنطق سياسي، بمنطق أخلاقي وديني وثقافي. لذا جئت لوزارة الشؤون الدينية، والسيد الوزير مشكور لأنه يشاطر التحليل، واتفقنا معاه باش نشوف كيفاش نسعى باش نفرغ الشوارع متاعنا من هذا أفراد المجتمع، فيهم أطفال، فيهم شباب، فيهم نساء، فيهم شيوخ، فيهم مرضى معوقين. حبينا نعملوا بشراكة، عملنا عقدنا اجتماع أول تحت إشراف السيد وزير الشؤون الدينية بمشاركة كل القطاعات المعنية بالأمر، وزارة التضامن، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الشبيبة والرياضة، العمل، الكشافة الإسلامية الجزائرية، والأمن الوطني والدرك الوطني. وعملنا زوز لجان، لجنة تسهر على بطاقة تعريف باش نتعرف على هؤلاء، كل واحد يعملوا له بطاقية ونعرف ما هي الأسباب، من هو، وما هي الأسباب إلى أدت. ومن بعد اللجنة الأخرى تشوف الأسباب اللي أدت، وكل واحد وتدخل كل قطاع. إذا كان مريض عقليا ولا مريض، فما وزارة الصحة تعتني به. إذا كان بنت ولا امرأة حضر الشيطان، ما تفهمتش مع عائلتها، باباها، زوجها إلى آخره، ما تمشيش للشارع. فيه شيخ، فيه الإمام، فيه الأعيان، هو اللي يربط صلة الرحم. الشباب نعطي له أمل إلى آخره. لأن نرجع للمنطق، الأمور السياسة ما في الجزائر شفناها، سياسات الدولة في المجال الإنساني والتضامني مبنية على قيمها الأصيلة وعاداتها وتقاليدها. وإحنا من عاداتنا وتقاليدنا، إحنا الشعب يعني وفي الحقيقة احنا مرجع في القيم الإنسانية، لكن مع الأسف فيه المادة اللي تغاد ووقع انزلاق، لدرجة أن نشوف شوارعنا كما قلت لك مليانة بالنساء والأطفال، قال ما تفهمتش مع باباها، ما تفهمتش مع رجلها، تزروحها تخرج للشارع، واحد ما يرفع هذه. في حاجة أخرى ظاهرة اللي رانا نكافح فيها، وأنا شخصيا متشبتة بها، الشيوخ والكبار يعني أمانة في عنقنا، وهذه ما هي سياسة وإنما مبدأ أساسي لدين الإسلام. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى، وإحنا أول محفوظة تعلمناها ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. ونشوف مع الأسف فيه تشجيع في فتح ديار الشيخوخة، وفيه تشجيع للعائلات باش ترمي بشيوخها في ديار الشيخوخة. هذه نعتبرها وسمة عار في تاريخ المجتمع الجزائري. نساعد هذيك العائلات باش تتكفل بالشيوخ نتاعها. إذا كان نوصل المجتمع اللي يوصل الابن ولا البنت ترمي بباباها أو بشيخها أو يماها أو يما زوجها في دار الشيخوخة، ما عندناش مستقبل. نعم.
نعود إلى مسألة اللاجئين سيدة بخبيدس. نتحدث اليوم عن الأسباب التي أخرت برمجة عمليات ترحيل اللاجئين خاصة الأفارقة. نعلم أنه مركز طمان راس الآن يحتوي على ما أظن على مهاجرين من ليس من السنغال على ما أظن. نعم. كم عددهم؟ يلزمنا نوضح لكم أمر. في عملية الترحيل القرار ما اتخذتوش السلطات الجزائرية. كل العمليات الترحيل وبدينا العملية الأولى اللي جسدناها واللي كانت ناجحة ويعني وإحنا الهلال الأحمر الجزائري جاتنا تشجيعات وتهاني من مختلف المؤسسات الإنسانية الدولية ومن الجمعيات الإنسانية في النيجر. هي عملية ترحيل النيجيريين المتواجدين بطريقة غير شرعية في الجزائر، وهذا بطلب من الحكومة النيجيرية وبعد القيام بعملية تحسيسية من طرف الهلال الأحمر الجزائري اللي خلات هذو النيجيريين هما راغبين في العودة لبلدانهم. الآن في عملية أخرى، عملية ترحيل النيجيريين ونجاحها كان لها الأثر الإيجابي على الأفارقة الآخرين. هزوا حطوا، طبعا حكينا احنا لهنا نفتح قوس، الهلال الأحمر علاقات الهلال المناضل المتطوعي الهلال الأحمر وإطارات الهلال الأحمر بما فيهم الرئيسة مع هؤلاء المهاجرين علاقات إنسانية. في الوقت اللي كان إيبولا وخرجت السنغاليين الموجودين في مركز أي نوصل لك ليهم. نعم. العملية باش تعرف ما هي الأسباب اللي خلات كاين سنغاليين. النجاح عملية النيجيريين خلات الآخرين يفكرون في الاستفادة من التسهيلات والإمكانيات اللوجستيكية اللي توفرهم الدولة الجزائرية باش هذوكم يرجعوا لأهاليهم. وهذه الطلبات جت من طرف السلطات المعنيه من السنغال، سفير السنغال وزاره الخارجيه طلبوا من السلطات الجزائريه يساعدوهم على ترحيل الطوعي، على العوده الطوعيه للسنغاليين الى بلدانهم. كم عددهم في المركز؟ العدد مازال ما تحددش، لان فما 50 وكان ومازال العدد يكثر لان فيه طلبات اخرى. نعم. الاخبار بيمشي من واحد لواحد وراهم وحنا حكينا معاهم يقول لك شافوا اللي ما فيش مستقبل. نعم. وناس توحشت ديارها وتوحشت اهاليها وشافوا الظروف اللي جاوا فيها وكم من واحد مات في الطريق. هل هناك برمجه لترحيل المستقبل؟ عفوا قلت لي انه انك مريضه يعني وانا اصريت انك تكوني معنا على الاستديو. المعذره. نعم. قلت لك احنا بدينا مع احنا اللي يطلب احنا سنغاليين كتبوا لنا اتصلنا بوزارة الخارجية اتصلنا بوزارة الخارجية وزارتهم هي اللي اتصلت سفارتهم اللي اتصلت بينا. نعم. في بعض السفارات الافريقية ايضا اتصلت بينا مثل البوركينا. احنا نوجه الرسالة للخارجية باسكو ما بين تنسيق وتنظيم. نعم. بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة لو اي ام. نعم. يعني باش تكون الامور واضحة. عندنا مكتب لو اي ام مازال كيفتح في الجزائر، المنظمة الدولية للمهاجرين بمشاركتهم باش توقع هذه العملية. نعم. سيدة بن حميدس كذلك نتحدث عن مدى مساهمة أصحاب المؤسسات وكذلك الباترونة في دعم الهلال الأحمر الجزائري. كنا رأينا في بعض المواسم هناك من يتحدث من يقول أنه سنساعد الهلال الأحمر، كانت لديكم وعود من قبل الأفسي. مضينا اتفاقية. نعم. مع الأفسي وهو مشكور. ونقولوها صراحة ما عند لا علاش احنا اللي كنا وراء طلب هذه الاتفاقية. لماذا؟ لهدف معين ومهم جدا. كنت تحكي عن اللاجئين، كنت تحكي عن المساعدات باش تقدم مساعدات يلزم يكون يلزم يكون عندك مستودع تتوفر فيه كل الشروط التخزين. احنا لحد الآن
الهلال الأحمر الجزائري ما عندوش مستودع تتوفر فيه الشروط. يعني الشروط معروفة، تخزين يلزمك دي شامبر فواد، ثلاجات يلزمك، كاميرا سيرفيونس يلزمك، أمور تكون واضحة فين تخزن. احنا ما عندنا والو، عندنا ديبو في لاسافيكس، السقف منقوب، درك انا خايفين يجي الشتاء تهبط الماء تفسد الماكله، وزعنا كلش باش ما تفسدش. المد خير من اللي نخبي وتفلنا نطيش. لذا انطلاقا من هذا الوضع اتصلنا بالسيد رئيس منتدى رجال الاعمال السيد علي حدان، وهو مشكور وجاء وعملنا حفله رسمي في الهلال الاحمر مع مجموعته، ومدينة اتفاقية وتعهدوا باش يبنيوا لنا هذا الماء. بقات نتأسف للإجراءات الإدارية، ما عندناش مكان. ولاية الجزائر وهي مشكورة تبرعت لنا بقطعة أرض 6000 متر مربع، لكن في إجراءات إدارية إلى آخره، هذه هي المعرقلتنا، وإحنا بحاجة ملحقة. هل الآن أصحاب المؤسسات والبطونات تساعد؟ ما عندناش دعم، فيه أفراد ساعة ساعة. إحنا مساعدة عندنا اتفاقية مع مؤسسات نتاع المكان اللي نعمل دعاية الهاتف وأجنبي للجزائري. فهموا؟ نعم. عندنا سفارات تساعدكم؟ عندنا لا مش سفارات، عندنا واسمها كيما التجار. نعم. أشخاص. عندنا مواطنين. عندنا سفارات مش السفارة اللي تساعد، وإنما وهذه الرسالة أنا اللي وجهتها للسفراء اللي عملوا لنا زيارات مجاملة للهلال الأحمر، قال عندكم مؤسسات اقتصادية في الجزائر يلزمها تعطي الوجه الإنساني لوجودها، وهذا الوجه الإنساني تعطيه من خلال اتفاقية. هنا سيدة محمد نتحدث عن بعض تقارير قالت أنه وضعية اللاجئين في الجزائر ليست جيدة. نحن نعلم أن الجزائر ليست مسؤولة عن ما حدث في البلدان الإفريقية وفي ليبيا وعدم الاستقرار، وكان هناك اجتماع 5+5 في النيجر، وكانوا تحدثوا عن الوضعية. يعني كل ما يتفاقم الوضع ويتأزم الوضع، كل ما الدول المجاورة هي اللي تدفع ثمن. الآن الجزائر هي لتدفع فاتورة اللاجئين وتكفل بها. الجزائر ما هيش تدفع في فاتورة اللاجئين، الجزائر قاعدة تدفع في فاتورة خطأ استراتيجي ارتكبه العظماء. الجزائر كانت ضد تدخل الناتو في ليبيا، يعني كانت عندها رؤية بعيدة المدى وكانت تتوقع الشيء اللي رانا عايشينه اليوم. الجزائر كانت ضد الحلول العسكرية والأمنية والتدخلات في شؤون الدول العربية بما فيها الربيع العربي. هل تتوقعين الأمين العام الجديد للأمم المتحدة الذي سيكون في يسلمها في جانفي 2017 غونزاليز، كان هو مسؤول مفوضية اللاجئين، هل تعتقد أنه سيجد حل بعد تقاعس حتى الأمم المتحدة تقاعست عن اللاجئين في سوريا في العراق؟ في هو الحل ماهوش بين أيدي، يعني احنا مرتاحين لوجود السيد الأمين العام الجديد بحكم عايش عن قرب معاناة اللاجئين ويتفهم أكثر من غيره. لكن المشكل الحل مش بيده، الحل بين أيادي القوى العظمى، الولايات المتحدة، يعني أعضاء مجلس الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية تخسر 5 مليارات دولار لتدخل عسكري. نعم. عوض أنا نوفر أموال لتدخل عسكري، نخصص هذيك الأموال للتنمية. واحنا بكل تواضع الهلال الأحمر الجزائري، هذه الحملة اللي رانا قايمين بها منذ 2014، كي جاونا نجيو يزوروني السفراء الأجانب وخاصة الغربيين بطلب منهم، يجيك يعمل لك زيارة مجاملة ويتطرق لك المشكل المهاجرين، قال تحب تعاوننا؟ عاون مول مشاريع مصغرة لهؤلاء في بلدانهم. احنا نداءنا بدا يعطي ثماره، لان الحكومه السويسريه عن طريق سفيرتها بالجزائر خصوا
500,000 فرنك سويسري باش يمونوا مشاريع مصغرة للنيجيريين المرحلين من الجزائر في بلداننا. احنا يا ريت هذه الأموال اللي التدخلات العسكرية باش يخربوا البلدان تحت غطاء ديمقراطة الشعوب، تحت غطاء حل المشاكل إلى آخره، يوفروها في المشكل الإنساني. السبب الأساسي هما الناس اللي منذ 2009 خطوا التدخلات العسكرية في شؤون البلدان العربية، وما يجري بليبيا وسوريا واليمن والعراق، يعني هذه الأزمة الإنسانية اللي مع وقالها. أنا حضرت في اجتماع في جنيف مترأسه من العام الحالي للأمم المتحدة بصفته المفوض السالم السامي للاجئين، قال عمرها المعمورة ما عرفت أزمة إنسانية بهذه الدرجة، وعدد اللاجئين وصل لهذه الدرجة منذ الحرب العالمية الثانية. دعم سيدة سعيدة بن حبيبس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات وعلى تلبية الدعوة.